الوزير الأمين العام للحكومة المكلفة بالإصلاح عبد الله صابر فضل ممثلا لوزارة المالية والميزانية ترأس الاجتماع التشاوري الذي جمع رجال الضرائب الجمركية مع مسؤولي البنوك المختلفة لعرض البرنامج إيرادات الضرائب المالية من الأقاليم وصولا إلى خزينة الدولة عبر هذه البنوك ومعرفة طرق تأمينها. بحر الدين عبد الشافي. يعد هذا اللقاء التشاوري الذي جمع مسؤولي وزارة المالية والميزانية ورجال الضرائب الجمركية لدى البلاد، وذلك لعرض مشروع إيرادات المالية التابعة لإدارة الضرائب الجمركية في المناطق الحدودية التابعة لمدن أقاليم البلاد. وكان الهدف من هذا اللقاء هو فتح باب أمام المستثمرين الاقتصاديين وخاصة البنوك التمويلية بغية المشاركة في فتح فروع بنكية تسهم في تأمين الموارد المالية وطرق وصولها إلى خزينة الدولة، علما بأن كثيرا من المناطق لم تفتح فيها بنوك فرعية. هذا وقد أشار المدير العام للضرائب الجمركية إلى أهمية تأمين الموارد المالية للدولة. السيد الوزير لما أنا هنا ما إدارة عن البنوك عشان يناقش في كيف القروش الدوان ده قاعد تكولكته في البروفنس بكان بنك ما فيه القروش ده كان دخل في البنوك نقدر نسكريزي ويقدر يوصله في خزينة عن الدولة، والدولة تقدر تستعمل القروش ده في أهداف مهمة عن الدولة. تبقى الإشارة إلى أن مثل هذه الجلسات التشاورية التي تنظمها الحكومة وشركائها للبحث عن إيجاد حلول مناسبة لتغطي ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الأمن الغذائي، كما يساعد في تحسين الإدارة المالية في خزينة الدولة. اختتم وزير الوظيفة العامة والعمل أعمال الورشة التي تم من خلالها عرض تقرير دراسة تنوع المناخ في تشاد من قبل المنظمة من قبل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل. أرجون محمد أحمد. بمشاركة مختلف النقابات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين، خلصت هذه الورشة التي تم من خلالها عرض تقرير الدراسة التي أجريت حول التنوع الاقتصادي وكذا مسألة الحوار الاجتماعي ومستقبل العمل في تشاد، حيث خرج المشاركون بعدة نتائج وتوصيات منها على الحكومة مساندة اللجنة بتوفير المستلزمات الأساسية لها، تنصيب اللجان الفرعية بمختلف مؤسسات الدولة. رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي علي عباس سيجي أكد بأن الجلوس معا للحوار هو في غاية الأهمية، مضيفا في حديثه بأن اللجنة ستسهم في تطبيق هذه التوصيات التي خرج بها المشاركون. أما وزير الوظيفة العامة والعمل ثمن جهود المشاركين في هذه الورشة متعهدا بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار. هي ورشة يعني من هدفها تنمية اقتصاد بلادنا والنقطة الثانية بما يخص الحوار الاجتماعي. في النقطة الأول في لمس ما تعرفوا يعني بلادنا يعني واجهت صعوبات أزمة اقتصادية، وهذا الأزمة يعني دخل مشاكل اجتماعية. كما دعا الجميع إلى الجلوس في طاولة الحوار. لنا خبير، الخبير جاء هنا اشتغل معنا يعني اشتغل مع كل الجهات وعمل دراسات، وفي هذه الدراسات عمل ملف، ويعني كلنا مسرين بأن كل حاجة تحصل نحن نجتمع ونتهاور ونلقى حل. ويعد التنوع الاقتصادي في الدول النامية من الأدوات الفاعلة في النهوض بالاقتصاد نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه. نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو ورشة وطنية حول اعتماد وثائق تتعلق بتطوير الزراعة في تشاد. أرجون محمد أحمد. تعتبر الزراعة مصدرا أساسيا لدعم وبلورة الاقتصاد الوطني، ونظرا للاهتمام بهذا الجانب الحيوي
جاء تنظيم هذه الورشة الوطنية حول اعتماد وثائق تتعلق بدعم وتطوير نظم الزراعة في تشاد. ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو لدى البلاد محمد منصور أشار إلى أن منظمة الفاو تعتبر ضمن شركاء التنمية الداعمة لسياسة الحكومة الرامية إلى تطوير ومضاعفة المنتجات الزراعية والأمن الغذائي، وأن هذه الورشة تحدث على الاعتماد والمصادقة للمستندات التي تختص بكيفية تطوير الزراعة، مؤكدا بأن منظمة الفاو تصاحب الحكومة التشادية في سياستها الرامية إلى تحديث قطاع الزراعة، وبدوره أمين الدولة بوزارة الزراعة دانديلو بي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة وذلك من أجل تطوير نظم الزراعة في البلاد لأنها الركيزة الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وهذا ما يسعى إليه رئيس الجمهورية. لذا يجب على الجميع التوجه نحو الزراعة لأنها تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.